يعني تالت الرمل الهوليك لما تسد ده الشاب عملنا جميع الطرق قدرنا نشيل حتى ما يبلش اوصوا عليه. جبت انا حبل مع شلف حديد شنقلته تعلق بجعبته وسحبته لبرا كان وقع جوات براته المتريد وسحبته لعندي لجو بس كان رصاص كتير نهارا لقدرنا سحبني بس ما خليته يقف هوني. انا جبت كانت من راس بداره لصنين لمحمد صنين كان معي 600 شاب شي 2 كيلومتر 3 كيلومتر وخطوطنا كانت نحن على طريق صيدا قديمه برا على الخط التماس برا مش جوا هيدا بيقولوا له القطع الاول انا كنت سريتي هون القطع الاول ديت البوسطه كان عندنا احتفال نحن بعين الرمانه وقت الشيخ بيير جميل كان عملها وبتجي البوسطه بيفتح النار على الشباب انا موجود يعني كنا مش انه ما موجودين بس اكيد كنا احنا بلا سلاح نهارا كنا رايحين على الكنيسه من هيك نحن نزلنا كلنا بكل قويتنا على الشارع انه الفلسطيني ما يحكمنا بقى بلبنان وكان عندنا حكومه مرته كلها بيعرفوها لو ما في شباب وقفت ما في لبنان انا وسوريا لزق حجر على حجر يعني في مطار هونيك اذا بيرن التليفون العسكري بدق دق هيك بيقول لي رد على التليفون هو سوري بيرد على التليفون كنا كتير قراب على بعضنا. جيل عم بيسلم جيل شعلة القضية والجد عم بيسلم حفيده وما حدا عم بيزيح عن الدرب وكأن الشهداء يلي رو تراب الوطن بدمهم عم بينادوا تنلحقهم هني ناطريننا والوطن والقضية بيستاهلوا. ولما كان ينعمل قداس الشهداء بسيدة إليج يبقوا يطلعوا ماشي لأنه كان في فترة ممنوع يوصلوا لمحل معين يطلعوا يمشوا بالبراري بالجل حتى يوصلوا لا يحضروا القداس ويجوا هلا صرنا نحضر القداس لا ينذكر هو فيه ابني وغيره الشيخ بيير ما عنده أم تبكي عليه أي شهيد سقط يعني وسام عيد ما عنده أهل ما عنده أم ما عنده بي يبكوا عليه ما عنده أخوة ما عنده أولاد أي شهيد اللي سقط ليه بدنا ننكرهم كرمال سياسة معينة لطرف معين مع العلم أنه بدي بيطلبوا مني احترم شهدائهم بالمقابل يحترموا شهدائنا في غير أمل المحكمة نتعلق فيه لنعرف الحقيقة بتقاوموا وبتصدوا لأنكم خايفين على أهلكم أو على أولادكم يصير لهم شيء ما فكرتوا بيوم من الأيام أنه اللي عم تقتلون عندهم أهل بيبكوا عليهم مثل ما أنتوا عندكم أولاد ما فكرتوا أنه عندهم أولاد يبكوا على بياتهم ويربوا يتامى ابن 23 سنة ما بياخد حبة بنادول بلاقيه مرمي بالأرض هيك لأنه بدنا نقص النواب مش هيدا السبب كانت استشهاده ليقللوا النصاب راح 7 قتلة كذا جريح كرمالي نقص النصاب. قلعة الصمود عين الرمانة بعد لحد مبارح عم تتكارم علينا بالشهداء طوني ضو أكيد مش آخر شهيد لعين الرمانة ولبنان بس المفارقة إنه طوني ضو استشهد بعد الحرب وكأنه نحن بس سلمنا سلاح وانخرطنا بالعملية السلمية وغيرنا بعده فاتح ناره علينا وعلى البلد.